الأستاذ محمد سالم، هناك شبه إجماع دولي اليوم إلا فيما ندر حول مبادرة الحكم الذاتي وما تقدمه كحل يصفه البعيد قبل القريب بأنه حل واقعي جدي وذي مصداقية. في هذه السنة كان هناك تأكيد على هذه النقطة في القرارين الأمميين 26/02 و 26/54. هل هذا يقربنا من الحل أكثر من على الأقل موقف حازم للأمم المتحدة بشأن حل هذا النزاع؟ بالتأكيد الأمم المتحدة في حقيقة الأمر هي تتفاعل مع الأمر الواقع على الأرض، لأنه ينبغي أن نعود هنا إلى أهمية مسألة الاعتراف الدولي ودورها في القانون الدولي في العلاقات الدولية، باعتبار أنها عنصر معنوي مكمل، بمعنى على أنه هناك عناصر مادية حقيقية هي من يحسم الواقع، مسألة الشرعية السياسية أهمها على الإطلاق هي ممارسة السيادة، وهنا نتحدث عن سيادة حقيقية يمارسها المغرب على أرض الواقع من خلال تأمين هذه الأقاليم الجنوبية، من خلال العملية التنموية التي تشهدها هذه الأقاليم عبر مشروع يعني النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي عرف تقدما كبيرا بالمناسبة، ثم من خلال العملية السياسية أيضا التي تشهدها هذه الأقاليم، المحطات الانتخابية المتتالية سواء التي تفرز ممثلين حقيقيين شرعيين وقانونيين للساكنة، وبالتالي هذه كلها مظاهر السيادة هي ما يحسم مسألة الاعتراف الدولي في مقدمتها طبعا موقف الأمم المتحدة. الاعترافات الدولية اليوم تتضافر لتؤيد السيادة المغربية ولتعترف بهذا الأمر الواقع المتجسد على الأرض، في مقابل سحب للاعترافات بالكيان المزعوم. طبعا هناك أيضا خطوة أكثر تقدما وهي افتتاح القنصليات باعتبارها أرقى تجسيد للاعتراف الدولي بالسيادة المغربية.